السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم بتشوفوا فيديو اليوم. برحب كل الموجودين معنا واللي انضموا لنا من جديد، بقلكم أهلا وسهلا، نورتوني. إن شاء الله القناة والوصفات تنال إعجابكم يا رب. بشكر كل حدا ضغط لايك وكتب تعليق، فضلا ادعموا الفيديو باللايك والتعليق، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. خلينا نذكر الله ونصلي على النبي ونبلش بالفيديو. وكاسة ثانية من الحليب، وحضر أطيب حلب لأبو محمد. إي والله تعيشي تعيشي محمد. هلأ الكاسة ده يكون كبيرة. كبيرة ما في مشكلة. كبيرة. في عندي ثلاثة ظروفة من السحلب. السحلب الجاهز. هدول أخذتيهم من وين؟ من بيم؟ لا. أخذتهم بس موجودة بالبيم. ميغروس ميغروس. ميغروس. إيه. هلأ على البرد بنحط هذا السحلب. بدنا ندوبه. وبعدين نحطه على النار ونحركه على البيرت ونحطه على النار لحتى يغلي. بضل ايدنا فيه عم تحرك لحتى ما يتكتل، لانه بيتكتل على النار كمان. ايه على النار كمان بدنا يعني بدنا نضل نحرك فيه لحتى يغلي لانه مشان ما يتكتل. اي والله خلص على النار. نسكب هالسحلب. اطيب مشروب بالشتاء السحلب. اطيب مشروب شتوي. شتوي. مع رشة قرفة. يا سلام تطلع شغلة شغلة منيحة. طيبة. واللمسة الأخيرة رشة قرفة، يعني خلص. ريحة القرفة. أيوة. الريحة لهون ريحة السحلب والقرفة. طيب وين المعروك؟ صار بدها معروك بتعرفي؟ بدها معروك. اي والله صحتين والف عافية يا ابو محمد. على قلبك حبيبتي.